بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قذيفة مورتر هاون قد غنمها المجاهدون في لواء الإسلام من قبل الجيش السوري الأسدي وشبيحته، وهذه الكتابة تدل على أنها صناعة إسرائيلية، مما يدل على تعاون النظام مع الأعداء وتحالفه وعمل الصفقات السرية معهم، في حين أنه يظهر للعالم كله على قنواته وفي إعلامه أنه هو نظام الممانعة ونظام المقاومة الوحيد في الوطن العربي، وأما ويقوم بالتحالف وعقد الصفقات من تحت الطاولة وبعين السرية. هذا هو نظام الممانعة، نظام الخبث الأسدي البعثي، هذه هي حقيقته. هذه القذيفة اغتنمناها هي وعشرات القذائف الإسرائيلية من فوج الشفونية، عفوا هذه من كتيبة الإشارة. الله أكبر والعزة لله، وسننتصر بإذن الله تعالى.